السلام عليكم. الولايات المتحدة الأمريكية وجهت موجة من الضربات الصاروخية الجديدة على جماعة الحوثي في اليمن يوم أمس. التفاصيل نشرت بشكل حصري على وكالة رويترز كما ترون هنا، وكذلك أن القيادة المركزية الأمريكية أكدت تفاصيل ما جرى. الذي جرى أن الولايات المتحدة الأمريكية لاحظت بأن جماعة الحوثي في اليمن قامت بنصب 4 منصات للصواريخ البالستية المضادة للسفن غرب اليمن، وذلك من أجل التحضير لضربات وهجمات قادمة على خطوط الشحن في البحر الأحمر وفي خليج عدن. وهنا الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارا بالقيام بضربة استباقية على هذه المنصات الصاروخية. بحسب مصدر خاص أبلغنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت الطائرات الحربية بهذا الاستهداف، وقاموا بالاستهداف يوم أمس فجر يوم أمس في الساعة 4:15 فجر يوم أمس بتوقيت صنعاء، وقاموا بضرب هذه المنصات لإطلاق الصواريخ وتدميرها بالكامل. وهذه الضربة تأتي ردا على ردات الفعل التي قامت بها جماعة الحوثي تجاه البحر الأحمر وخليج عدن. ردات فعل كثيرة جاءت بعد العملية الكبيرة التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بدعم 4 دول في استهدافات كبيرة على جماعة الحوثي. جماعة الحوثي استمرت بهجماتها، ويأتي هذا الرد الأمريكي تحديدا للرد على الضربة التي قامت بها جماعة الحوثي تجاه سفينة أمريكية في خليج عدن. ضربة دقيقة للغاية من جماعة الحوثي بالصواريخ، استهدفوا هذه السفينة وضربوها فعلا. لم تكن هنالك أو لم يكن هنالك أي قتلى أي جرحى، ولم تغرق السفينة، ولكن كانت هنالك أضرارا مادية، واستمرت هذه السفينة بطريقها، وطبعا لم تغرق بكل تأكيد. وهذه هي الضربة التي أزعجت الولايات المتحدة الأمريكية وجعلتها أن ترد مرة أخرى بحسب هذه التفاصيل. وواضح جدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن بدأت تستخدم الضربات الاستباقية على جماعة الحوثي، أي تحضير لأي هجوم، أي منصات جديدة أو غيرها، كل شيء مراقب، يضربون جماعة الحوثي وبالتالي يقللون القدرات الهجومية لجماعة الحوثي شيئا فشيئا من أجل تقليم أظافر هذه الجماعة وللتخفيف من الضغط الذي تتعرض له هذه المنطقة. ولكن أيضا ما هو مثير أن جماعة الحوثي لم تقف ساكتة أبدا ولم تكذب خبرا، وبعد هذا الهجوم الأمريكي مباشرة بساعات تحديدا في الساعة 1:45 من ظهر يوم أمس بتوقيت صنعاء قاموا بمهاجمة هذه السفينة، وهي سفينة زوغرافيا. السفينة هي سفينة شاحن بحسب السكاي نيوز البريطانية أكدت بأنها مملوكة من قبل شركة يونانية، ولكن هذه السفينة كانت قادمة من فيتنام وذاهبة مباشرة إلى إسرائيل. وبشكل طبيعي جماعة الحوثي بكل تأكيد تعتبر هذه السفينة من ضمن أهدافهم وبنك أهدافهم، وبالتالي هذه السفينة اليونانية التي تحمل علم مالطا بحسب بي ان ان بلومبرغ بمجرد ما وصلت إلى خليج عدن قامت بإطفاء إشارة الأقمار الصناعية أو الإشارة المرتبطة بالأقمار الصناعية الخاصة بها، وذلك لتختفي من الرادارات الخاصة بجماعة الحوثي، ولكنها بمجرد ما عبرت مضيق باب المندب قامت وأعادت تشغيل هذه الإشارة الخاصة بالأقمار الصناعية. قد يكون بسبب أن هنالك الكثير من المدمرات هنا وحلف حارس الازدهار والدول المنتشرة بهذه المنطقة، وهم بحاجة لتتبع هذه السفينة في حالة تعرضت إلى هجوم ليس فقط من جماعة الحوثي وإنما أيضا من الدول المقابلة لهذه السفينة بكل تأكيد، أو للبحر الأحمر من أجل مساعدتها إذا ما حدث خطر. وهنا جماعة الحوثي ببساطة مع إعادة تشغيل إشارة القمر الصناعي تمكنوا من رصدها ورأوا بأنها تتجه فعلا قادمة من فيتنام إلى إسرائيل. أطلقوا نداءات إلى هذه السفينة تحذيرية وطلبوا منها الابتعاد تماما من هذه أو تغيير مسارها من إسرائيل. لم تستجب أبدا، وجماعة الحوثي أطلقت عدة صواريخ على هذه السفينة وتمكنوا من إصابتها بدقة عالية. لا قتلى لا جرحى، السفينة لم تغرق ولكن كانت هنالك أضرار مادية، وفي نهاية المطاف أكملت مسيرتها إلى إسرائيل. وهنا جماعة الحوثي واضح جدا ترسل رسالة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بأن العمليات التي استهدفت المنظومات الرادارية الخاصة بهم من أجل أن يكون هنالك تشتيتا لطبيعة الدقة لجماعة الحوثي في استهدافات هذه السفن لم تغير شيئا بالنسبة لهم، وهم لم يتأثروا بكل ما جرى. وأكبر
أكبر دليل هو استهداف هذه السفينة التي نتحدث عنها زوغرافيا، وكذلك استهداف السفينة الأمريكية في خليج عدن بضربة دقيقة للغاية. بالتالي هنا جماعة الحوثي مستمرة في عملياتها رغم كل الضغط الذي تتعرض له من حلف حارس الازدهار من الولايات المتحدة الأمريكية وحتى من بريطانيا، وهذه هي الآن الخارطة الجديدة المحدثة لطبيعة كل الاستهدافات التي قامت بها جماعة الحوثي في اليمن. لاحظ أن تركيز استهدافات السفن يأتي قبالة الحديدة وأيضا في هذه المنطقة، بمجرد ما تأتي السفن تعبر مضيق باب المندب إذا كانت باتجاه البحر الأحمر أو باتجاه خليج عدن، دائما هنالك استهدافات. وأيضا مع السفينة الأمريكية نرى أن هنالك أيضا دقة في استهداف السفن الموجودة هنا. بالتالي جماعة الحوثي مستمرة بالقيام بما تقوم به، وهي لا تتعرض للضغط أبدا. لا بل أن أيضا أن هذه الاستهدافات أدت في نهاية المطاف إلى أن شركات كبرى، شركات نفطية عالمية كبرى مثل شركة شيل، أعلنت ببساطة بأنها أوقفت عمليات الشحن الخاصة بها في البحر الأحمر، وهذه تعتبر ضربة كبيرة للنفط بالعالم على مستوى العالم على مستوى سعر النفط. نحن نتحدث عن سعر النفط هنا حتى ظهر هذا اليوم، سعر برميل النفط قد وصل كما تلاحظون إلى 76.64 دولار في 12 من يناير بعد الضربة الأمريكية البريطانية. ارتفع هذا السعر بهذا الشكل، طبعا الضربة على جماعة الحوثي في اليمن، إلى ما يقارب 80 دولار لبرميل النفط الواحد، وبعدها انخفض بهذا الاتجاه حتى هذا اليوم الذي نتحدث به. ولكن تغير مسار شركة شيل النفطية المهمة من البحر الأحمر هو أكبر مؤشر بأن هذه الأسعار الآن سترتفع بشكل خطير للغاية. بالتالي بالنسبة لجماعة الحوثي هي مستمرة في تحقيق أهدافها، في ضغطها ليس فقط على إسرائيل وإنما على الغرب بأكملها، ووسعت أهدافها وبدأت تضرب السفن الأمريكية والسفن البريطانية. أي دولة ستشترك بأي ضربة على جماعة الحوثي هي مستعدة لمواجهتها واستهدافها، وطبعا هذا هو طبيعة وهذه هي طبيعة التصريحات القادمة من المسؤولين لجماعة الحوثي. وعلى الرغم أن حلف حارس الازدهار الولايات المتحدة وبريطانيا يبدو بأنهم قد فشلوا حتى هذه اللحظة، وأن هنالك إخفاقا في ردع جماعة الحوثي من كل ما تقوم به، إلا أن هنالك سببا لكل هذه الدول لتعتقد، وتحديدا الولايات المتحدة، بأنها ستنجح في ردع أو على الأقل أضعاف جماعة الحوثي في نهاية المطاف. وهذا يعود لأسباب مهمة لا بد من الانتباه إليها. نيويورك تايمز وضعت تقييما مؤخرا وضحت أن الضربات التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وحلفائهم أدت إلى أضرار في القدرات الهجومية لجماعة الحوثي بنسبة 20% إلى 30%. ليس هذا فحسب، بل إن القيادة المركزية الأمريكية كشفت مسألة مهمة جرت في 11 من يناير قبل الضربات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. هي أكدت بأنهم قاموا بضبط هذا المركب الشراعي الذي ترونه أمامكم، وكشفوا بأنه كان قادما من إيران وكان بالقرب من الصومال، ووجدوا فيه العديد من القطع والمعدات التي تدخل من ضمن صناعة الصواريخ البالستية المضادة للسفن وصواريخ الكروز أيضا المضادة للسفن التي تستخدمها جماعة الحوثي في استهدافاتها على خطوط الشحن في البحر الأحمر وفي خليج عدن. وبالتالي هنالك تهريب مستمر من قبل الجانب الإيراني إلى جماعة الحوثي. بعد الضربة مباشرة، أي بعد 12 من يناير، كشفت البلومبرغ، وطبعا هذه صور لطبيعة هذه الأسلحة التي ضبطت على هذا المركب الشراعي، كشفت البلومبرغ بشكل مثير أن منذ 12 من يناير حتى يومنا هذا، لاحظ التاريخ 17 من يناير اليوم، كشف مسؤولين غربيين بهذا الشكل بأن إيران توقفت تماما عن إرسال كل شحناتها المرتبطة بالصواريخ والقطع وغيرها من دعمها العسكري والسلاح إلى جماعة الحوثي. بالتالي هنالك نوع من التحرك لإضعاف القدرات العسكرية لجماعة الحوثي مع كل الضربات التي تتعرض لها هذه الجماعة. بالإضافة إلى ذلك، لأن قبل ساعات من بدئنا لهذا البرنامج، البيت الأبيض أعلن بشكل رسمي إعادة إدراج جماعة الحوثي في قوائم الإرهاب، وكانت هنالك تصريحات رسمية صادرة من المستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي قال بأننا كل ما نريده من جماعة الحوثي الابتعاد من إيران
والتوقف عن هجماتها في البحر الأحمر وفي خليج عدن في المنطقة بأكملها. نريد توقف هذه الهجمات وبأن إعادة إدراج جماعة الحوثي في قوائم الإرهاب سيستمر لمدة 30 يوما. إن توقفوا عن هذه الهجمات فسنعيد النظر في مسألة إعادة إدراجهم في قوائم الإرهاب وممكن أن نرفعهم من قوائم الإرهاب. واضح أن إدارة بايدن تحاول الضغط على جماعة الحوثي وهذه تعتبر مشكلة على جماعة الحوثي في حقيقة الأمر. هذا الأمر وهذا الإعلان هو يجعل الأمر بشكل واضح أن جماعة الحوثي الآن تحولت إلى منظمة إرهابية وهذا يعني إنهاء كل مفاوضات السلام التي تجري مع جماعة الحوثي المسيطرة على هذه المنطقة باللون الأخضر. كما تلاحظون إن كانت المفاوضات مع المملكة العربية السعودية أو الحكومة الشرعية اليمنية هنا باللون الأحمر أو إن كان هنالك أي شيء مع طبعا الانتقالية أو المجلس الانتقالية الجنوبي المسيطر على هذه المنطقة باللون الأزرق من المعارضين طبعا لجماعة الحوثي، ستتوقف محادثات السلام تماما لأنها هذه أصبحت مجموعة وجماعة إرهابية. وفي نفس الوقت نلاحظ هنا بأن الحكومة الشرعية مسيطرة على هذه المنطقة من حجة ومسيطرة تقريبا على جزء جيد من مضيق باب المندب، ومثل هذه العقوبات تفتح الباب ببساطة بوجود الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهذا الحلف المنتشر الموجود في هذه المنطقة في البحر الأحمر وكل الضغط الذي يأتي والضغط على جماعة الحوثي من هذه الضربات التي نتحدث عنها، وأيضا في نفس الوقت عزل إيران الآن مع عدم مقدرة بإرسال الأسلحة كما تحدثت الآن البلومبرغ من أجل دعم جماعة الحوثي شيئا فشيئا تتعرض إلى الضعف، وهذا قد يعني في المستقبل ونتحدث عن المستقبل السياسي لجماعة الحوثي هو أن الأموال تأتي وتصل إلى الحكومة الشرعية اليمنية وأن يكون هنالك المزيد من الدعم للمجلس الانتقالي الجنوبي وذلك من أجل التقدم شيئا فشيئا على جماعة الحوثي والضغط عليها مع تعرض قدراتها الهجومية والتسليحية إلى الضعف، وكذلك أن هاتين النقطتين ممكن أن تستغل إذا ما كان هنالك دعما كبيرا للحكومة الشرعية أن يضبطوا كل هذه السواحل للبحر الأحمر وذلك من أجل أن تؤمن هذه المنطقة بأكملها. في نهاية المطاف الولايات المتحدة والغرب عارفة أهمية جماعة الحوثي لإيران في هذه المنطقة في الضغط على الغرب بأكمله، وبالتالي السيطرة على هذه المنطقة يعني حرمان جماعة الحوثي وإيران من تحقيق أي ضغط في المستقبل في حالة اشتعال حروب مستقبلية ممكن أن تجعل هذه الجماعة أن تعمل بهذه المنطقة. بالتالي هذه الخارطة مزعجة للغاية لجماعة الحوثي، ولكن أيضا يجب أن ننتبه بأن واحدة من أهم نقاط قوة جماعة الحوثي هو أن المعارضين لها مختلفين فيما بينهم، الحكومة الشرعية اليمنية على خلاف مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي وجد وتم إنشاؤه في عام 2017 والذي يؤمن بيمن جنوبي ويمن شمالي، عودة إلى تقسيم اليمن مرة أخرى، وبالتالي هم يريدون دولة ذات سيادة جنوبية يمنية، والحكومة الشرعية تريد عودة اليمن مرة أخرى إلى وضعها الطبيعي كما كانت عليه سابقا، وبالتالي هنالك خلاف بين المعارضين وهذا هو الذي يعطي القوة الكبيرة لجماعة الحوثي. المسألة ممكن أن تتصاعد وممكن أن تتطور في المستقبل وممكن أن تزداد التوترات بالنسبة لهذه المنطقة مع إيران، المنطقة بأكملها، العراق، سوريا، حزب الله اللبناني، خاصة وأن الوضع يتفاقم في قطاع غزة. تفاصيل جديدة وتطورات جديدة نشرتها الوور مابر كما تلاحظون في 24 ساعة الماضية بعد أن وضحت بأن الجيش الإسرائيلي سيطر بالكامل وأطبق سيطرته في 11 يناير على شمال قطاع غزة بهذا الشكل. أوضحت اليوم بأن هنالك تطورا يأتي في وسط قطاع غزة وباتجاه مخيم المغازي هنا كما تلاحظون. هذه الصورة طبعا هي تعود إلى 11 يناير، إذا ما اقتربنا من هذه الصورة لاحظ كيف تغيرت الآن وبأن هنالك تقدما توغلا إسرائيليا واضحا الآن جاري في داخل مخيم المغازي وبأن هنالك صراعا كبيرا يجري في هذه المنطقة. كذلك في خان يونس في الجنوب هنالك تطور بهذه المنطقة لنقترب منها، هذه قبل وهذه بعد. لاحظ بأن سيطروا على هذه المنطقة بأكملها هنا باتجاه طبعا ومن هذا الجزء من خان يونس بعد سيطرتهم على بني سهيلة هنا بني سهيلة وهذه المناطق التي ترونها، ولكن لاحظ بأنهم تقدموا إلى الجنوب وتقدموا إلى الشمال
لا بل إن اليوم مقطعا مصورا مهما يوضح لأحد الصحفيين الموجودين داخل قطاع غزة، يوضح أن هنالك تقدما جاء بهذا الاتجاه من قبل الجانب الإسرائيلي. إذا ما أخذنا هذا الطريق الذي يبدو وكأنه بالشكل المثلث هنا، ستلاحظ بأن التقدم كما أوضحته المور مابر يأتي بهذا الشكل، ولكن الحديث والصورة توضح أن الأمور تطورت هنا أيضا بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وهي قادمة من شبكة قدس الإخبارية اليوم التي نشرت مقطعا لأحد الصحفيين هنا وهو محمد سلامة، وهو يصور منطقة المقابر وقال بأن الجيش الإسرائيلي قد دخل إلى هذه المنطقة وقام بالهجوم عليها وبعدها انسحب من هذه المنطقة. وكانت هنالك أيضا صورة واضحة سريعة ظهرت من هذا المقطع وضحت طبيعة هذا الموقع. تلاحظ نحن أمام طريق ترابي وهذه هي الجدران الفاصلة لهذه المقابر، وتلاحظ بأن هنالك طريقا عاما وهنا نقطة صغيرة أو بيت صغير مبني، وهذه ثلاثة مباني كما نلاحظ. هذا هو المبنى الأكبر الذي يأتي في الوسط، وتلاحظ أن هنالك ثلاث خزانات ماء، وهنا محتمل جدا أن تكون ثلاث خزانات ماء أيضا في نفس الوقت، وليست هنالك مباني إلى اليمين من هذا المبنى، وكذلك ليست هنالك مباني إلى الشمال من هذا المبنى الذي نراه هنا. الصورة تصبح أكثر وضوحا مع هذه اللقطة، لنذهب إليها ستلاحظ ليس هنالك مبنى فعلا بهذا الاتجاه. وبالتالي بالذهاب إلى القمر الصناعية الآن ومع نفس الصورة التي ركزنا عليها الآن، ستلاحظ أن هذا هو الطريق الذي تحدثنا عنه والذي أوضحت الوور مابر أن الجيش الإسرائيلي نوعا ما تقدم بهذا الاتجاه. هذه هي منطقة المقابر، لنقترب من هذه المنطقة وسنلاحظ أن هنالك عدد من المباني يمينا وشمالا لكي نتأكد بالضبط أين كانت هذه الصورة. ستلاحظ بأن هذه هي المنطقة، هنالك مباني هنا وهنالك أيضا مباني هنا، ولكن المباني المرتفعة تأتي بهذا الاتجاه، وهنا ثلاث مباني كما نلاحظ. وبالتالي نحن نبحث عن ثلاث طرق في هذه المقابر، يبدو بأن الصحفي كان متواجدا هنا بهذا الاتجاه. لما اقتربنا أكثر من القمر الصناعي لكي نتأكد بشكل أكبر من هذه الخارطة ونتأكد أن هنالك تطورا خطيرا قد جرى وطرأ على هذه المنطقة، إذا ما اقتربنا من هذه المباني الثلاثة التي تحدثنا عنها ستلاحظ هذا هو المبنى الذي تحدثنا عنه الصغير الواضح أمامنا. هنا 1 2 3 هذا هو المبنى الأكبر. تلاحظ هنا الخزانات الثلاث، خزانات ثلاث الماء باللون الأسود متطابقة تماما، وليست هنالك، وليس هنالك مبنى هنا، وليس هنالك أيضا مبنى هنا. وهذا يوضح إذا ما عدنا مرة أخرى قليلا لننسحب إلى الخلف إلى المقبرة، سيوضح لك أنه كان متوقفا بهذا الطريق الترابي، وهذه الصورة هي التي كانت واضحة أمامنا. وهذا يوضح أن الجيش الإسرائيلي يقوم باقتحامات في عمق هذه المنطقة، أي من هذا الاتجاه بعد سيطرتهم يقتحمون باتجاه أو اقتحموا باتجاه هذه المقبرة، انسحبوا من المنطقة، ممكن أن يقتحموا بهذا الاتجاه أو يقتحموا بهذا الاتجاه، لأنهم يبحثون عن قادة حركة حماس ويريدون تحقيق نصر ضربة للفصائل الفلسطينية في الفترة القادمة، من أجل أن يكون هنالك نوع من المعنويات، يحققوا معنويات أكبر، نصر معنوي كبير، نصر إعلامي كبير، ومن خلاله يقوموا بالبناء والسيطرة على وسط قطاع غزة وكذلك على خان يونس. وبعدها نرى ما الذي سيحدث باتجاه رفح ومحور فيلادلفيا الذي بدأت تتطور فيه الأمور كثيراً.